سي محايد بوب على هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات وفي إطار التوضيحات ديالك. الحضور معنا أخت نادية بصفتها تقنية وعندها واحد 18 سنة من تجربة في ميدان بيع المبيدات وبصفتها هي مسؤولة على واحد المحل نادي الفلاح بعين شقاك. الحضور ديالها معنا هو باش يعطينا واحد الطريقة والطريقة كيفاش كتعامل مع الفلاح. اي فلاح جا بغى يشري شي ادويه شنو هي الاخت ناديه اللي بغينا تعطينا واحد التوضيحات واش كاين شي توضيحات تكون مرفقه مثلا بادله ولا بشي حاجه كيفاش كتبيع له هاد. مرحبا دابا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بالحضور الحضور كله وتنشكروا السيد الفلاح اللي صدفنا في الضيعه ديالو ورحب بينا بشكل زعما الله يطولنا في عمره الله يحفظه الله يخليه الله يجازيه الله يقبل ليه في خير وبركه ان شاء الله باذن الله. اول شيء انا بدات موزعه للمواد الفلاحيه والاسمده في منطقه عين شقاق تداري اقليم صفرو. تيجي عندنا الزبائن تيجي عندنا الفلاح كزبون. فاش تيجي عندي زبون اول نوبه كيخصني انا ناخذ منه معلومات كثيره على لافيرم ديالو. اول حاجه ليستوريك ديال لاني بريسيدونت اللي كانت دازت شنو هما المرض اللي كانت يعاني منها في الموسم السابق لان هي اللي تعطيني الفكره باش نقدر انا نقدم له او نبروبوزي عليه واحد المنتوج. ثاني حاجه بالنسبه كنسولو على الماتيريال ديال اللي غادي يخدم به لان المبيد وحده او المبيد الحشري وحده ما يمكنش يعطينا واحد الفعاليه الا لو تدخلت معه واحد المجموعه ديال التقنيات الزراعيه منها لاطاي مثلا اللي كنتخلصوا من الخشب ديال لاطاي بالحرق ديالو منها لي موفيز هرب تنصهر بان ما يكونش عنده لي موفيز او الاعشاب الضاره في الفيرما ديالو منها لونتروتيان ديال الماتيريال وهذه اللي مهمه جدا جدا جدا. علاش؟ لان لما كانش الماتيريال بيان زعما خدام مزيان داك لي بوز ديالو خدامين كي الماتيريال تيقدر يوصل للشجره كامله البرودوي من ويدخل وتن انسيستي عليه باش يدخل ليه واحد البويه اللي كل برودوي عنده واحد لي نورم واحد البويه اللي خصها تدخل في سلكتا. الا ما دخلليش هاد البويه وما كانش تريتمون في الشجره كامله تتقص يعني البرودوي واخا يكون فعال وموثوق به وبرودوي ممتاز يمكن ما يجيبليش النتيجه اللي منتظر. اذا هادو هما الاسئله اللي نحاول ناخذها من الاول. هذا بخلاف لو كان عندي يعني زبون كما يقولوا في دال عندنا كنكون انا عارفه لي ستوريك ما تندخلش مع هادشي لان عارفه كلشي دايز في امور الله. هذه دابا في كنهضروا على فلاح جديد. عاد تنجي الفلاح اول حاجه الفلاح تنصحو انا كموزعه باش يمشي يقتني المنتوج ديالو من نقط ومحلات بيع مرخصه ومعروفه. علاش؟ لان تما تيمكن له يلقى تقني او خبير او ناس عندهم تجربه اللي ممكن يمدوا له يد المساعده.